السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة نتكلم عن بعض الرؤى الجميلة. النهاردة هنتكلم عن 30 رؤيا تبشر الرائي بالرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى في الفترة المقبلة. جميل جدا يا جماعة رؤية الشخص الفقير أن يرى في المنام قضية الحقنة، معروفة الحقنة، فالشخص الفقير إذا رأى الحقنة في المنام هناك رزق قادم إليه إن شاء الله. من الأشياء الجميلة التي تؤكل بالنسبة للمرأة المتزوجة وهي رؤية جوز الهند للمرأة المتزوجة، المرأة المتزوجة إذا رأت جوز الهند هذه الرؤية تبشرها بالرزق الواسع إن شاء الله. أيضا البنت العزباء رؤيتها لأكل الشوكولاتة في المنام، أكل الشوكولاتة بغض النظر عن لونها بيضاء سوداء، أكل الشوكولاتة للبنت العزباء تدل على الرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. هدية الملابس، هدية الثياب من الرؤى الجميلة جدا التي إذا رآها الرائي هذه الرؤية تبشره بالرزق الواسع إن شاء الله. قضية الزواج، الزواج من امرأة جميلة، هذه الرؤية تبشر الرجل بالرزق الواسع إن شاء الله. قضية الشوكولاتة أيضا للرجل المتزوج، يعني أنا ذكرت أكل الشوكولاتة للبنت العزباء، فالشوكولاتة للرجل المتزوج مجرد رؤيتها هذه الرؤية تبشره بالرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الرجل أنه يقفز في المنام، قضية القفز في المنام هذه الرؤية تبشره بالرزق الواسع إن شاء الله. وأحيانا رؤية القفز للرجل تدل على الترقية، الترقية في العمل. طيب رؤية اللي بعد كده وهي رؤية كسر الأصابع، حينما أرى أصابع وتكسر، هذه الأصابع حينما تكسر كسر الأصابع تدل على الرزق، وأحيانا تدل على العمل، فتح فرصة عمل جديدة أو فرصة رزق وباب رزق جديد سوف يفتح لك. الرجل المتزوج حينما يرى الدقيق الأبيض، الدقيق الأبيض للرجل المتزوج هذه الرؤية تبشره بالرزق الواسع إن شاء الله. الرؤية اللي بعد كده ودي رؤية يعني تعتبر غريبة شوية ومفزعة ومش هتتفهم إلا إذا رجعت إلى مفسر، رؤية اللطم على الوجه مع البكاء، هذه الرؤية تدل على الميراث، ميراث قادم إليك إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأشياء التي تدل على الرزق للبنت العزباء رؤية الجماع مع الأب. كثير من الناس بتجد فزع وقلق وتوتر لما يشوف إنه هو بيجامع أحد من أهله. البنت العزباء لما تشوف إنها بتجامع أبوها في المنام رؤية تبشرها بالرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا بالنسبة للبنت العزباء رؤية قراءة القرآن، قراءة القرآن للبنت العزباء من الرؤى الجميلة وليها أكثر من معنى على فكرة، لكن هذه الرؤية لها من المعاني أنها تدل على الرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المطلقة أنها جميلة وأن أطرافها صارت طويلة، يعني مثلا إيديها دي صارت طويلة جدا، طول اليد في المنام هذه الرؤية تبشر المرأة المطلقة بالرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الرجل أنه يجامع امرأة غنية، هذه الرؤية لا تدل على الزواج وإنما تدل على الرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الجماع مع الزوج، واللي يشوف الرؤية مش المرأة المتزوجة، لا المرأة الحامل، امرأة حامل رأت أنها تجامع زوجها
هذه الرؤية تبشرها بالرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية التاجر أنه صار طويلا، شاف نفسه طويل قوي في المنام. قضية أنه صار طويل، هذه الرؤية تدل على الرزق الواسع إن شاء الله تبارك وتعالى. الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية الشعر الأسود الطويل في المنام، سواء لي أو لغيري، هذه الرؤية تبشر بالرزق الواسع. رؤية الزرع، الزروع والثمار الخضراء، هذه الرؤية تدل على الرزق الواسع. رؤية الصلاة تدل على الرزق الواسع. رؤية المرأة الجميلة تدل على الرزق الواسع. رؤية العصافير من أفضل الرؤى اللي ممكن تشوفها في حياتك، رؤية العصافير فهي رؤية جميلة جدا تدل على الرزق الواسع. رؤية المرأة السمينة البدينة اللي هي مليئة في الجسم، لأن التخن في المنام أحسن من النحافة. إنسان لما يرى إنسان نحيف هذه الرؤية مذمومة، لكن يرى إنسان سمين هذه الرؤية جميلة جدا تدل على الرزق الواسع في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.